حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبعة على سبعة، ومثل ما عودناكم في تمام السبع ومن الإمارات السبع نلتقي معاكم على شاشة قناة الفجيرة في برنامجكم هذا. والبداية من هذا الخبر، انتقل إلى رحمة الله تعالى السيد أحمد محمود المحمود البلوشي السكرتير الخاص للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، عن عمر يناهز 99 عاما، عمل منها لأكثر من 40 سنة سكرتيرا خاصا للشيخ زايد خلال فترة توليه مقاليد ممثل حاكم أبو ظبي في مدينة العين منذ العام 1958 وغاية العام 1974. وأشار سعادة السفير محمد المحمود نجل الفقيد أن والدهم رحمه الله كان أول سكرتير خاص كراني باللغة أو اللهجة الإماراتية، حيث عمل تحت إمرة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله الذي اختاره ليكون كاتبا، حيث تميز الوالد رحمه الله بحسن كتابة الخط العربي، وكان يتولى كتابة الرسائل الخاصة التي يوجهها الشيخ زايد لإخوانه الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء. وأوضح سعادة السفير أن الشيخ زايد وأنجاله كانوا على تواصل دائم مع الوالد وأفراد الأسرة طيلة فترة حياته، يطمئنون على صحته وتوفير الرعاية. وكان رحمه الله قد شغل مهام عضو المجلس الاستشاري في أبوظبي وعضو المجلس البلدي في مدينة العين وعضو صندوق الزواج، وقد من الله عليه بذرية صالحة من الأبناء والأحفاد الذين شغلوا مهام ووظائف مميزة في خدمة الدولة، راجين العلي القدير أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات. مشاهدينا، ننتقل لخبر آخر، حيث وافق مجلس جامعة الدول العربية على تعيين سعادة السفير عبد الله حمدان محمد أحمد النقبي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة الدائمة للشؤون القانونية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بدءا من 7/3/2021. جاء ذلك في ختام دورته 155 التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا للدورة الوزارية للمجلس المقررة غدا الأربعاء. وهنأ سعادة السفير الدكتور حمد سعيد الشمسي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية عقب قرار موافقة مجلس الجامعة سعادة عبد الله حمدان النقبي، وتمنى له التوفيق في رئاسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، ونحن بدورنا نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لسعادة عبد الله حمدان النقبي. هنا تعد المتاحف الأثرية الخاصة من الكنوز الثمينة التي تسهم في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد وبقاء المقتنيات الأثرية وحمايتها من الضياع لتكون خير شاهد الأجيال المقبلة. وفي وادي سهم بإمارة الفجيرة يتواجد واحدة من هذه المتاحف، وترجع ملكيته للمواطن حميد عبد الله اليليلي وأخوه خلفان، ويعتبر مزارا أثريا للسياح في المنطقة. ويحكي المتحف الذي تحتضنه جبال منطقة وادي سهم تاريخ المنطقة والمناطق المجاورة لها عبر سنوات ضاربة في عمق التاريخ. المزيد في التقرير التالي. متحف وادي سهم، المتحف هاي تأسس في عام 1990 بجهود شخصية من خلفان عبد الله خميس اليليلي، وطبعا وكنت انا وياه بنفس الموضوع،
طبعا الان احنا بنتكلم اول شيء عن السكن. السكن هو مثل ما شاهدته السكن لمناطق الحيور عموما سواء في هنا او باقي المناطق. هذا السكن اللي هو متالف من الخيمه والكارين والعريش والاستراحه والمخزن. هذا بالنسبه للسكن. الحياه التي يحتويها المتحف هي حياه من الستينات الموروثه من الايداد والاباء. بالنسبه عن الخيام، الخيام مثل ما تشاهدوا هذه الخيمه يعني الذي هي مبنايه من الاحجار متوفره وين ما تكون الجبال. طبعا توفر الاحجار والسعف النخيل والاخشاب اللي من السدر ومن الاشجار الميوده يعني سواء السدر او السمر او الغاف. هذه بالنسبه الى الخيمه تكون بالطول. بالنسبه الى الكارين، الكارين نفس الشيء ما في فرق لكنه يكون بالباب بالعرض يعني بالعرض الخيمه بالطول والباب الكارين يكون بالعرض. هذا الفرق ما بين الخيمه والكارين. من ناحيه المواد المايوده اللي هي مايوده تستخدم بتجهيز الاكل، الاواني اللي تستخدم في تجهيز الاكل سواء كانت من الدلال او القدور او المناحيز او كل المواد اللي تستخدم في زمن الستينات مايوده. بالنسبه ل الأشياء الثانية التي هي مايود في المتحف هو مايود الاستخدام الذي هو في أثناء الترحال اللي ترحلهم من مكان إلى مكان سواء المواد المايودة من الخري والساحة والأشياء هذه اللي هي مايودة استخدم لما يرحلوا على الهين. عندنا بالنسبة مايود اللي هو مواد اللي هي استخرج من الماء من الأبيار بواسطة اليازرة. عندنا معدات اليازرة كاملة الذي هي ما بتكلم بالتفاصيل لأن في الدلو وفي العدة وفي المرس والأشياء هذه ما بنتكلم عنها أشياء كثيرة، بس عدة اليازرة كاملة يعني متوايدة عندنا. أول شيء أوجه نفسي وأوجه الأجيال اللي قادمة أبنائنا وأبنائهم والجميع يحافظوا على التراث لأن المالي ماضي مالي حاضر ولا مستقبل. أهم شيء عندنا التراث يعني. والمتحف هذا مثل ما خبرتكم متأسس في التسعينات ولحد الآن المتحف يعني ما يودى فيها المواد وفي ناس يزوروا المتحف على كل يعني فترات يعني ويسألوا عن المتحف. والمتحف ما يود في منطقة وادي سهم بقرب من استراحة مركز مغامرات الفجيرة. تؤدي جمارك دبي دورا حيويا في تسهيل انسيابية حركة المسافرين والحقائب بشكل عام. وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراءات احترازية نوعية استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ راشد حميد بن حرب الشامسي مدير أول المراقبة والسيطرة في إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي. حياك الله أخوي راشد ومساك الله بالخير. الله يحييك أخوي محمد وبداية أحب أمسي عليك وعلى المشاهدين. ربي يمسيك بالسعادة والفرح يا رب العالمين والصحة والسلامة. في البداية أخوي راشد لو تخبرنا عن دوركم في تسهيل انسيابية حركة المسافرين والحقائب بشكل عام. نعم، نحن في إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي الإدارة عندنا تقوم بدور رئيسي في عملية تسهيل إجراءات حركة المسافرين القادمين إلى الدولة، خاصة نقطة التفتيش الجمركي تعتبر آخر مراحل رحلة المسافر في المطار. نعم. عشان كذي ان الاداره عندنا بشكل مستمر تقوم على تطوير اجراءاتها وقدراتها بما يدعم وتسهيل انسيابيه رحله المسافر. وطبعا هذا الامر يلقى عندنا دعم وتوجيهات عليا من سعاده مدير عام الدائره احمد محبوب مصبح وسعاده مدير التنفيذي لقطاع التفتيش دكتور عبد الله ابو سناد.
وماذا عن جهودكم خلال المرحلة الراهنة اللي تشهد إجراءات احترازية نوعية استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد؟ الله يجيرنا وياكم إن شاء الله منه. آمين آمين يا أخوي. طبعا قامت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين بوضع عدة إجراءات ضمن خطة الطوارئ التي تم اللي قمنا تفعلناها بشكل يحافظ على سلامة المفتشين وسلامة المسافرين. بطرق أنا يمكن لثلاثة وأربع نقاط. تفضل. طبعا أول شيء أخوي محمد الجانب التثقيفي هذا أهم جانب عندنا، أن قمنا بعملية ورش تثقيفية للموظفين عن الإجراءات الاحترازية من خلال مختصين في هالمجال. النقطة الثانية وفرنا للموظفين جميع مستلزمات الحماية الوقائية من كمامات معقمات العوازل البلاستيكية، عدنا توزيع كراسي انتظار للمتعاملين بما يحقق معيار السعادة. النقطة الثالثة طبعا عدنا قسم المراقبة والسيطرة بإدارة عمليات المسافرين قام بجهود كبيرة في عملية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مناطق التفتيش الجمركي، مثل وخاصة التباعد الاجتماعي بين المسافرين والموظفين والتزامهم بالكمامات. بعد ما بننسى جهود شركائنا الاستراتيجيين في المطارات والجهات المختصة في توفير الكاميرات الحرارية والملصقات الأرضية التوعوية اللي هي توضح مسافة التباعد الاجتماعي الآمنة في هذه الأوضاع. ممتاز. ولو تخبرنا بعد أخوي راشد عن الإحصائيات الحديثة اللي تم التعامل معها عبر مطارات دبي خلال العام 2020. نعم أخوي محمد، طبعا إدارة عمليات المسافرين في 2020 وفي ظل جائحة كورونا، طبعا الجائحة انعكست على رحلات الطيران العالمية. مع ذلك تعاملنا مع 13.4 مليون حقيبة، نحو 8.7 مليون مسافر استخدموا تقريبا 86 ألف رحلة قادمة إلى مطارات دبي خلال 2020. ممتاز. وشو عن دوركم الحيوي في حماية المجتمع والتجارة ودعم حركة السفر والسياحة؟ طبعا أخوي محمد مثل ما تعرف أنت والإخوان المشاهدين أن السياحة والسفر هاي من المصادر الهامة في دعم الاقتصاد الوطني. نعم. عشان كذي بنلقى أن من أهداف الاستراتيجية لجمارك دبي حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. لتسهيل هاي الأمور قامت الإدارة عمليات المسافرين بتطوير إجراءات التفتيش من خلال تطبيق مبادرة حديثة تم إطلاقها، آلية عمل جديدة اللي هي منظومة الضبط الذكي، اللي هي ترتكز أخوي محمد على كفاءة العمليات التشغيلية وانعكست على تسهيل رحلة وانسيابية رحلة المسافر من خلال تقليل أعداد المسافرين المحالي للتفتيش، تسريع زمن عملية التفتيش، رفع نسبة كفاءة التفتيشات. وهذا الشيء بعد أخوي محمد انعكس على جانب الضبطيات، يعني نحن سهلنا لكن في نفس الوقت حافظنا على الجانب الأمني. فبفضل كفاءة ضباط الجمارك ويقظتهم ورغم الجائحة تمكننا في عمليات المسافرين من ضبط 820 ضبطية خلال 2020، منها 550 قضية مخدرات. طبعا هاي جهود الموظفين والدعم المستمر من قبل القيادة. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية ووفقكم إن شاء الله ويبعد هالبلاء عن بلادنا يا رب العالمين. الأستاذ راشد حميد بن حرب الشامسي، مدير أول المراقبة والسيطرة في إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، شكرا لك يا سيدي العزيز. العفو، مشكورين على الاستضافة. حب وكرام، الله يحفظك. يا مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. مرحبا. مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل، تريونا. حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين في 7 على 7. أطلقت واحد حواء التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مؤخرا برنامج الأسرة والمجتمع في نسخته الأولى، والذي يشتمل على عدة محاور أبرزها الخلافات الأسرية وأسباب الطلاق وحقوق الطفل والمخدرات وأضرارها على المجتمع وغيرها الكثير، والتي تعرض عبر منصة الجمعية على انستغرام لمدة شهر بواقع حلقة واحدة كل أسبوع. وللمزيد يسعدنا بأن يتواجد معنا في الاستديو المحامية موزة مسعود، مدير قطاع الشؤون المجتمعية في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. مساك الله بالخير أستاذ. أهلا وسهلا. حياك الله. ما شاء الله، يعني مطول الغيبات علينا أستاذ ريش، عسى ما شر. على حسب الدعوة أكون موجودة.
الله يعطيك ألف عافية. أستاذة في البداية، ما هو برنامج الأسرة والمجتمع وإلى ماذا يحدث؟ هو قبل ما أتكلم بس اسمح لي فايد دقيقة. أول شيء قبل ما أتكلم عن البرنامج لازم أتكلم وأشكر صاحب الفكرة نفسها اللي هو أستاذ خالد الضنحاني، كفو يا جزيل الله. الشكر فعلا على المبادرة أنه فكر في هاي الفكرة على أساس أنها تكون توعية وثقافة لين المجتمع. ففعلا أستاذ خالد أحس أنه من ساعة ما مسك الإدارة فأحس أنه هو عنده أفكار وعنده إبداعات، وفي نفس الوقت عطى فرصة كبيرة لين كثير من المبدعين والمفكرين والكتاب والأدباء والشعراء وكل المجالات على أساس أنهم يبان في إبداعهم، وفي نفس الوقت يكون مشاركين في الجمعية بكل واحد على حسب الشيء اللي يتميز فيه. والحق يقال هي أنشط جمعية على مستوى دولة الإمارات ويمكن الخليج حتى، وخصوصا في فترة الجائحة ما شاء الله عليهم أبدعوا وثبتوا جهود كبيرة الله يحفظهم. ننتظر منك الإجابة على السؤال. بالنسبة إلى المحاور أو البرنامج اللي فكرنا فيه على أساس أن إحنا نصدره بواقع حلقة كل أسبوع، هذه ما هي إلا البداية. يعني في حلقات والحلقات قاعدين نحضر لها، ولكن كبداية إحنا بدينا بسلسلة اللي هي سلسلة مترابطة اللي هي الخلافات الأسرية وأسباب الطلاق، وبعد كذا يدخل منها اللي هي حقوق الطفل لأن الطفل من نفس الأسرة، بعد كذا اللي المخدرات وأضرارها على المجتمع، بعد كذا انتقلنا إلى قانون الخدمة المساعدة في المنازل اللي هم الخدم في المنازل، شو الحقوق اللي ليهم وشو الحقوق اللي عليهم. جميل. فابتدينا فيها على أساس أن نشوف ردة فعل المجتمع هل فعلا بيتقبلها، بس احنا اخترنا ان احنا ما نقولها بصيغه قانونيه، احنا حبينا انها تكون شيء مبسط يدخل لقلوب الناس ويلامس مشاعرهم، وفي نفس الوقت يلامس المشاكل اللي هم يعانوا منها في حياتهم اليوميه. ممتاز. الهدف مثل هاي البرامج اللي تسعون لها سواء من خلال عملك انت او من خلال نشاط الجمعيه، الهدف انه زي ما انا قلت لك في البدايه توعية الناس، ثقافتهم. ولاحظنا الفترة الأخيرة أنه مثلاً زي انتشار الطلاق، حبينا نشوف ندرس هاي الحالات الطلاق شو أسبابها، هذا اللي أبحث عنها. إيه شو أسباب هذه الطلاق، شو الأشياء اللي تؤدي للخلافات، ولكن من واقع الحياة نفسها، لأني أنا كمحامية في المحاكم أشوف الواقع من قضية لقضية ومن أسرة لأسرة، تختلف المشاكل وتختلف الأسباب اللي تؤدي للطلاق. قد تكون في أسباب يعني زي ما نقول لها الحقية أنها تطرح أمام المحاكم، قد تكون أسباب ما لها أسباب من الأصل، يعني أسبابها واهية ولكن تطرق باب المحاكم. صحيح. فإحنا في الحالة هذه إحنا نشوف الواقع اللي إحنا عايشينه ونحاول نخفف من حدة الطلاق ونقول شو الأسباب اللي هي تعالج مثل هذه المشكلة. إذن هي التوعية وتقليل من حدة بعض التصرفات اللي يعني لا نطلق عليها تصرفات فردية، احنا زي ما احنا بنقول هذه بالنسبة للخلافات اللي هي الخاصة بالأسباب اللي تؤدي للطلاق، وبالنسبة لحقوق الطفل احنا حاولنا نبين فيه انه للطفل حقوق، خاصة انه الجمعية لها منصة مهتمة كامل اللي هي فرسان مجموعة من الأطفال ما شاء الله ابناء الجمعية يعني فأبدعوا. ففي الحالة هذه فهذولا عندهم لازم يكون عندهم الوعي الكافي بحقوقهم والوعي الكافي كيف الحصول على هذا الحق، وفي نفس الوقت لازم يكون هذا الطفل واعي انه مثل ما عليه اكيد في حقوق ثانيه هو صحيح. ممكن انها هي مطالب فيها امام اسرته، مطالب فيها في المدرسه، مطالب فيها في المجتمع بشكل عام. فحبينا نلقي الضوء عليها بشكل شيء مبسط وشيء خفيف. بعد كذا انتقلنا إلى المخدرات، وهذه آفة، مش آفة بس في دولة الإمارات، هذه آفة عالمية ومعروفة. فإحنا حبينا نلقي الضوء على مثل هذه المشاكل، كيف الأسرة تعرف أول شيء إذا كان عندهم شخص مدمن أو شخص مريض، زي ما أنا أقول إنه هذا الشخص هو مريض بالأساس. فإحنا حبينا نعرف هذه الأسرة بطريقة مبسطة إذا كان عندهم شخص يعاني من هذه المشكلة كيف التصرف معه، وفي نفس الوقت احتوائه
وفي نفس الوقت احنا تكلمنا الحلقة الأولى اللي هي تؤدي للمخدرات اللي هي المشاكل الأسرية وأن المشاكل الأسرية زي ما احنا قلنا تأثر على النفسية أكيد. يا أما هذا الشخص الطفل المولود لما بيكبر أو حتى في سن المراهقة يا أما من المشاكل هاي الأسرية والضغوط النفسية يا أما أن يحاول يتحدى نفسه ويشوف له حل ويبدع أو ياخذ طريق ثاني العكس أنها هي تأثر عليه. ممتاز ممتاز وهذا هو فعلا المطلوب يعني أن هل هي كذلك النقطة اللي ذكرتيها نقدر نقول عنها هذا اللي تسعون له لتثقيف المجتمع لدراية المجتمع وكذلك يعني هناك برامج مصاحبة أخرى لمثل برنامجك أستاذة؟ أكيد لأنه زي ما أنا قلت لك هذه مجرد بداية فكرة وعرضنا فيها الحلقات بس إحنا أضيف شيء أنه إحنا دائما نفكر الناس بالقوانين القانون كل فترة أكيد هو يتعدل هو يتغير وعلى حسب الظروف على حسب احتياجات الدولة على حسب التغييرات العصرية اللي تستوي فهناك في تغييرات القانون ممكن أنا كشخص في رب أسرة أنا اليوم عندي معلومة ولكن هذه المعلومة قديمة بقانون قديم القانون تعدل يا أما تعدل مرسوم تعدل بقانون فهناك دائما تكون دائما لازم في متابعة يعني مستمرة على القوانين على أساس أن نطرحها لين الناس وكل واحد كل شخص يعرف شو اللي ليه وشو اللي عليه وفي نفس الوقت أكيد أنه هذه القوانين لها عقوبات فلازم كل شخص يكون واعي بعقوباته ممكن يقول أنه من الأشياء دائما اللي نشوفها أنا ضربت الولد على أساس أن أنا أدبه أو على أساس أنه أنا عندي كأب أو أم هذا الحق في التأديب أي بس الضرب لقوانين والضرب يعني مش الضرب اللي هو المبرح مش الضرب اليومي مش الضرب المستمر حتى الكلمة القاسية هي تأثر على النفسية فلازم إحنا بالنسبة إلينا لازم نوعي الناس شو اللي ليهم وشو اللي عليهم يا رب يا رب إن شاء الله يعون هذه النقاط يعني ويستوعبونها ويحفظون العيال يا رب العالمين أستاذة تضمن البرنامج عدد من المحاور ومثل ما ذكرنا سابقا ولو تحدثينا عن المحاور غير اللي تطرقنا لها من خلال استرسالك في الحديث وإجاباتك اللي هي المحاور تقريبا يعني كامل ذكرناها بس في اللي هي مال بس اللي في هاي نباها اللي هي شو اسمه الخدم اللي في المنازل او بشكل عام اللي هم تحت تصرف رب العمل سواء في الشركه سواء في البيت نبهنا لان المجتمع انه ان رب العمل او صاحب العمل هناك له حقوق في حاله هروب هذا العامل في حاله لانه هذا عقد بين الطرفين صحيح انزين ففي الحاله هذه مثلا انا كيف كرب عمل انا وين حقي ممكن هذا هرب ممكن انا ما اعرف شو الاجراءات اللي انا اتبعها في حاله هروبه في حاله امتناعه عن العمل في حاله مثلا هو مريض في حاله ان انا جبت هذا الشخص على اساس اني انا اشغله عندي سواء في البيت سواء في مؤسسه ولكن اكتشفت انه هذا ما يصلح مثلاً الحالة النفسية أو سلوكه أو الحالة الصحية ما تسمح لي أنا شو الإجراءات اللي أتبعها وفرقنا في هاي الحلقة إن بين الشكوى العادية اللي من الهروب وإن بين لما تكون فيه أفعال إجرامية سرقة قتل استيلاء خيانة أمانة هناك في طريق ثاني اللي هو طريق الشرطة بعد كذا النيابة بعد كذا اللي هو يعرض على المحكمة المختصة جميل جدا ذكرتي من خلال كلامك أن هي البداية من الأسرة إذا حدثت الخلافات هي قد تؤدي تصل إلى المخدرات الله يحمي عيالنا منها إن شاء الله ودعينا نتكلم عن أسباب الطلاق وكل من الزوج والزوجة يعملون بالآثار السلبية التي تعود عليهم بعد اتخاذ الخطوة خاصة إذا كانت لديهم أو لديهم أبناء ولكنهم لا يكترثون للأبناء هذه تحت ألف خط ولما سيحدث بعد هذا الأمر برأيك عطينا تجربة أكيد أنت شفتيها وعرفتيها من خلال هي قبل ما نتكلم في التجربة التجارب وايد والمحاكم مليانة زي ما أنا قلت لك مليانة ولكن في لازم إحنا نبين لهم وإحنا فعلا ذكرنا هذه النقاط من خلال كلامنا إنه زي ما أننا نهتم في تفاصيل الزواج في الفستان في حجز القاعة في ذي لازم أنا أهتم في شيء مهم جدا اللي هو عقد الزواج الأساسي فإحنا ركزنا على العقد هذا عقد أول شيء من أهم العقود اللي في الحياة
لأنه عقد مؤبد وفي نفس الوقت عقد بين طرفين وينتج عنه عدة عقود اللي هي بعد كذا الأولاد بعد كذا الطرفين أهالي الزوج أهالي الزوجة التعاملات. فإحنا دائما نركز من خلال كلامنا على الاهتمام في هذا العقد. أول شيء إنه الزوج من حقه إنه هو يسأل عن العائلة اللي بيرتبط عليها وفي نفس الحق لين الزوجة إنها هي تسأل. وفي نفس الشيء إنه لازم أنا أعرف طريقة تفكيرك لازم أعرف وفي نفس الوقت يعرف طريقة التفكير السلوك الأشياء البسيطة. نعم. وبداية الزواج لازم يكون أنا بعد إذا تم الزواج لازم أنا أقعد مع هذا الزوج أعرف أنا حدودي كزوجة كيف أو تصرفات. فإحنا لو بنينا الحياة على أسس الاحترام والمودة والتقدير وعلى على أساس أن هذه حياة مش على أساس أن أنا داخل تجربة اليوم عجبني وما عجبني أنا بكرة لا ما هو هاي الشيء يترتب عليه أنه إذا كان الطلاق بسبب الزوج فهو أثر نفسيا على الطرف الثاني اللي هي الزوجة. نعم. ما معقول أنا اليوم أتزوجها على أساس أن فكرة والله أنا تجربة إذا صلحت أكمل معاها ما صلحت أكمل معاها. أنت معطاي الفرصة قبل إتمام الزواج اللي هي فترة الخطوبة. بالضبط. والكلام نفس الشيء لين الزوجة ما داخلة على أساس أني أنا أسوي زي ما يقولوا يعني فبرك أو شو قدام الناس أني أنا فستان وأهتم بالتفاصيل البسيطة ولكن أنسى أنه الطرف الثاني أنه هاي التفاصيل بتكون معاي ساعة ساعتين في حدود 4 ساعات ولكن أنا هذا الشخص اللي برتبط معاه يكون معاي الافتراضي أنه يكون معاي طول العمر فلازم أنا أدرسه وأعرف شخصيته وأعرف تفكيره وأعرف شيء عشان كذا إحنا نقول من البداية إذا هذا الشخص أو هذا الزوجة هي ناسبت الحالة الاجتماعية ناسبت الفكر نفسه. أحيانا نشوف الخلافات في المحاكم الزوج مثلا ما مكمل دراسته والزوجة دكتورة إحنا بيكون في فرق بين التفكير في فرق حتى من بين النظرة للأمور كيف في بالأسلوب بالكلام طريقة الكلام والكلام يعني والتفكير نعم. والمتطلبات الحياتية أنا كدكتورة أو أن أي وظيفة عندي أنا ملزمة أني أكون في مجتمع وظيفي أنا مختلطة مع شباب مع يعني مجتمع بشكل عام الأمور ما تمشي بطريقة الغيرة ولا أنا اليوم أنا درست فما أي أنا وأقول لا أنت ما تكملي شغل أو ما تشتغلي أو ما تكملي دراسة هذه الأمور تبحث قبل خطوة الزواج ما تبحث بعد الزواج ما أنا اليوم من زوجني أنا موظفة وذي بكرة لما أتزوج ويسكر علينا الباب يقول أول شيء إنك تهدي وظيفتك وما أدري شو احنا نقول لا من البدايه على اساس انها تكون حياه سليمه يعني صارت لك انه فعلا كثير تصير وكثير يتنازلوا انا بامانه في عندنا يعني من النوادر اللي حصلت انه وحده ساومها زوجها على اساس انها يا انها مع انه ما شاء الله راتبها زين وهي خريجه جامعه انها هي تترك الوظيفه وفعلا تركت الوظيفه رغم ان احنا من وجهه نظرنا نقدم لها النصيحه ولكن هي سمعت قلبها وذي أربع خمس شهور بالضبط تخلى عنها فإحنا دائما ننبه مثل هذه الأشياء. أستاذ موزة مسعود مدير قطاع الشؤون المجتمعية في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والمحامية الله يعينك ويعطيك العافية وشكرا لتلبية الدعوة. الله يخليك الله يعطيك العافية لو سهلا. إذن مشاهدينا بنتوقف عند فاصل وبنرجع نواصل تريونا. حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين في 7 على 7. أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير عن إعادة افتتاح كسارة غياثي في منطقة الظفرة وذلك ضمن خطة المركز الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف البيئية المتعلقة بالإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات في إمارة أبوظبي. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف المهندس خالد راشد الخنبشي ضابط أول مشاريع نفايات طبية في مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير. مساك الله بالخير سعادة المهندس حياك الله. مساكم الله بالنور والسرور وفي الحقيقة مسرورين في المشاركة معكم في هذا البرنامج الطيب. الله يحفظك حب وكرامة لنا الفرصة الجميلة هذه بتعريف الجمهور ببعض الخدمات التي يقدمها المركز.
حاضرين، الله يسعدك، وهذا دورنا ومهمتنا، الله يحفظك. وانت ذكرت ان نعرف الجمهور، يعني احنا نبغى نعرف الجمهور على تدوير، في البدايه شو بتقول لنا؟ طبعا مركز بوظبي لاداره النفايات تدوير جهه حكوميه تم انشاؤها في عام 2008 بناء على مرسوم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان الله يحفظه ويطول بعمره. والمركز هي الجهه المعنيه باداره النفايات على مستوى اماره بوظبي، ويعمل جاهدا على ايجاد مزيد من الحلول البيئيه المستدامه، وكذلك رفع مستوى المشاريع والخدمات المقدمه في الاماره. ممتاز. طبعا تفضل. هناك عده مشاريع، او نقدر نقول هناك عده ادارات تابعه للمركز، من ضمنها ايضا اداره المشاريع والمنشات المهنيه بالتعامل مع النفايات الخطره وغير الخطره من خلال استحداث مشاريع ومنشات تعمل على إعادة تدوير ومعالجة تلك النفايات. ممتاز. أخوي خالد، لو تكلمنا أو تعطينا نبذة عن كسارة الهدم والبناء التي قامت تدوير بإعادة افتتاحها مؤخرا. تم إعادة افتتاح كسارة غياثي اللي تغطي منطقة الضفرة من إمارة بوظبي، بحيث تعمل على إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء. طبعا الطاقة الاستيعابية لتلك الكسارة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 طن من النفايات بحد أدنى، ولو نحسبها نحن على مستوى الشهر تتراوح الطاقة الإنتاجية ما بين 20000 إلى 30000 طن شهريا. ممتاز. وما هو عدد الكسارات في إمارة أبوظبي بشكل كلي؟ يعني بشكل عام على مستوى إمارة أبوظبي هناك ثلاث كسارات، عندنا كسارة في منطقة أبوظبي، وكذلك كسارة أيضا في منطقة العين، بالإضافة إلى الكسارة التي يعيد افتتاحها بمنطقة الظفرة. ممتاز. ومن أين يتم استلام النفايات للكسارة؟ يتم استلام النفايات من مخلفات الهدم والبناء الناتجة من أنشطة مشاريع الهدم في الإمارة، حيث يعمل المركز ببذل جهود كبيرة على ضمان وصول تلك النفايات الكسارة وبالتالي معالجتها وتقليل توجيهها إلى المرافق. جميل جدا. أخوي المهندس، إن شاء الله احنا بنسلط الضوء في الحلقات القادمة بشكل أكبر عن تدوير وعن نشاطات تدوير، وبإذن واحد أحد بنكون على تواصل دائم معاكم. المهندس خالد راشد الخنبشي، ضابط أول مشاريع نفايات طبية في مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير، شكرا لك يا سيد العزيز. مشكورين على حسن الاستضافة، جزاكم الله خير. واجب الله يحفظك، يا مرحبا وسهلا. مشاهدينا، اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وأهم الإنجازات خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة عن بعد، والمزيد في التقرير التالي. طلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وأعضاء المجلس على مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والعديد من الموضوعات بالشأن الخيري وأهم الإنجازات خلال الفترة الماضية، خاصة الجهود الخيرية والإنسانية. استهل الاجتماع بترحيب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالحضور، مشيداً سموه بجهودهم وحرصهم على الارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها من جميع الجوانب وتوفير الحياة الكريمة لها. كما أثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ضرورة بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة وتبني المشاريع الخدمية المجتمعية، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك. هذا واستعرضت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي بعد ترحيب بسمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس الأمناء والأعضاء محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه والقرارات التي تم اتخاذها، من بينها توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتأثيث المساكن الجديدة واعتماد الموازنة التقديرية 2021 واعتماد كشف مستحقي المساكن الجديدة وتقرير المالي لسنة 2020 وقرارات لجنة الزكاة. كما اعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع تغيير مسمى قسم الكفالات إلى قسم التمكين الاجتماعي، وذلك حسب قرار تمكين الأيتام رقم 2 الخاص بمجلس تنسيق العمل الخيري، كما تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص. ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ختام الاجتماع بضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الخيرية الأخرى وكل الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها للتخفيف عن الأسر المتعففة وتمكينهم من العيش الكريم من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهم. كما وجه سموه بالتنسيق مع الشركات الإماراتية لتنفيذ المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها مستقبلاً بهدف تشجيع المواطنين أصحاب تلك الشركات على ممارسة الأعمال والمشاركة في تطوير البنية التحتية الخيرية. نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في الشارقة وضمن برامج حملة الوطن أسرة لعام 2021 أولى دورات برامجها التوعوية 180 درجة من التغيير. وللمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الأستاذة خديجة عبيد النقبي منسق عام حملة الوطن أسرة في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة ومدير مركز التنمية الأسرية في كلباء. حياك الله ومرحبا وسهلا فيك استاذ. الله يحييك وشكرا جزيلا على الاستضافه. الله يعطيكم الصحه والعافيه احب وكرامه وهذا واجبنا الله يسعدك. في البدايه لو تخبرينا عن برامج حمله الوطن اسره لعام 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. حمله الوطن اسره هي حمله توعويه شامله تستهدف كافه افراد المجتمع لنشر الثقافه الاسريه الداعمه للتماسك الاسري المستقر. انطلقنا في 2020 فبراير 2020 ونستكمل إن شاء الله إلى نوفمبر 2021 إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب. آمين. الهدف الأبرز من الحملة ومنذ انطلاقتها يعني من بديتهم إلى 2021 الله يبعد عنكم إن شاء الله 2020 والكورونا والبلاء الحمد لله. أبرز الأهداف لحملة الوطن أسرة هي تعزيز الوعي لدى الأسرة الإماراتية لتحمل المسؤولية تنشئة جيل واعي قادرا على مواجهة التغيرات المتسارعة في ظل الوقت الراهن. انطلقت الحملة قلنا في فبراير 2020 في أربع محاور أساسية، منها تعزيز القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، عندنا تعزيز الصلاة الاجتماعية، وعندنا تطوير الثقافة الزوجية وأيضا التمكين وبناء الشخصية الإنسانية. جميل جدا. هل هناك أهداف أخرى للحملة غير اللي ذكرتيه من المحاور الأربعة؟ نعم، من الأهداف أيضا هي نشر السعادة ونشر السعادة وجعلها أسلوب حياة تتماشى مع تطلعات رؤية الدولة 2021، تعزيز الجانب الأسري والاستقرار الأسري يعني في ظل التغيرات والتحديات التي تواجهها الأسر بشكل عام والأسر الإماراتية بشكل خاص. أولى دورات برنامج حملة الوطن هي دورة 180 درجة في التغيير، لو تحدثين أكثر عن هذه الورشة والدورة. صحة. 180 درجة من التغيير هي دورة في أو ورشة من ضمن ورش تمكين وبناء الشخصية الإنسانية. 180 درجة من التغيير
يعني أخذناها من جانب التمكين النفسي والتغيير النفسي. سبحان الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإحنا نبدأ في تغيير الإنسان، في تغيير سلوكياته، تغيير أفكاره ومعتقداته، وبالتالي تغيير سلوكه وأسلوب تعامله في مواجهة التحديات، سواء على مستوى شخصي، على مستوى الأسرة، أو على مستوى الوظيفة. 180 درجة من التغيير حرصنا فيها على استقطاب نخبة من المحاضرين المتخصصين في الجانب النفسي والاجتماعي، وتقديم ورش تخصصية أيضا في الصحة النفسية، في الصمود النفسي، في معنى الحياة، في الذكاء الوجداني ومواجهة ضغوط الحياة. هذه مسألة ضرورية، الذكاء الوجداني يعني يمكن تساعد ما بين الشراكة الزوجية، أمر مهم. الخدمات اللي تقومون بتقديمها في مراكز التنمية الأسرية، لنسلط الضوء على عملكم. إدارة مراكز التنمية الأسرية هي إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. طبعاً إدارة مراكز التنمية الأسرية عندنا مقر رئيسي في الشارقة، وعندنا طبعاً أربع فروع أو أربع مراكز تخدم الأفراد. عندنا في المنطقة الوسطى، عندنا في مدينة دبا الحصين، ومدينة خورفكان، ومدينة كلبا. تقدم هذه المراكز جميعها خدمات الاستشارات والخدمات الإرشادية في الجانب الزواجي، الجانب التربوي، وحتى الجانب القانوني أيضاً، وأيضاً في الجانب الاجتماعي. هاي بالنسبة للمحطات الإرشادية أو الخدمات الإرشادية، وأيضاً نحرص على تقديم ونشر الوعي من خلال البرامج الأسرية. جميل جداً. الفئة المستهدفة من خلال أنشطتكم في المراكز الأسرية وكذلك بالحملة بالتحديد، نعم. نتكلم احنا عندنا الحملة بعنوان الوطن أسرة، فطبعاً احنا نستهدف كافة أفراد الأسرة، سواء فئة الآباء والأمهات، فئة المتزوجين والمقبلين على الزواج، والمتزوجين اللي مروا أكثر من 5 سنين، فئة المتزوجين اللي مروا أكثر من 20 سنة، فئة الآباء والأمهات ومشاكل التربوية، فئة المراهقين وتعاملهم مع الآباء. عندنا أيضاً فئة الشباب والقضايا التي تلامس الشباب، يعني هي كافة فئات الأسرة بشكل عام يعني. وشو بتقولين عن مبادرات والشراكات كذلك، عفواً محاور الحملة، شو بتخبرين عنها؟ نعم، عندنا أربع محاور أساسية للحملة. أول محور هو بدينا في فبراير، يعني احنا نتكلم عن 2021، محور تمكين الشخصيه الانسانيه، وتكلمنا فيها عن 180 درجه من التغيير والورش المصاحبه. هذا اول محور. عند المحور الثاني هو محور تطوير الثقافه الزوجيه الراقيه لبناء اسر متماسك ومستقر. طبعا نستهدف فيها تقريبا بما يعادل 25 برنامج مقسم للفئه المقبلين على الزواج، وتاهيلهم، تاهيل هذه الفئه من الناحيه القانونيه ومن ناحيه التخطيط المالي ومواجهه يعني تقبل فهم النفسيات يعني. لان وعندنا ايضا المحور الثالث اللي هو محور يتعلق بتعزيز الصلات الاجتماعيه، ونوجه اكثر شيء لفئه الشباب من خلال الطاولات التفاعليه. وعندنا اخر محور اللي هو محور تعزيز منظومه القيم، طبعا بيكون حق طلبه المدارس وطلبه الجامعات، نتكلم فيها عن مناظرات التنميه وعدد من الورش المصاحبه. ومن هم شركاء الحمله هذه؟ ما شاء الله شركاء الحمله كثير، يعني يمكن اول واضح من ما شاء الله 25 يعني شركاء الحمله. عندنا تقريبا 11 شريك، يعني هيئه موانئ وجمارك الشارقه، عندنا القياده العامه لشطه الشارقه، عندنا القياده العامه لشطه دبي، عندنا قريه الشعب، عندنا اداره الشؤون الاسلاميه والاوقاف، بالاضافه الى 36 مؤسسه حكوميه من مؤسسات حكومه الشارقه، وبشكل عام دوله الامارات تم توقيع وثيقه التلاحم الاسري. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف تقومون بتوعية المجتمع في بناء أسرة متماسكة ورفع ثقافتها من أجل مجتمع مستقر وآمن؟ هنا يعني تتنوع عندنا البرامج، نحاول ننفذ برامج. تعرف قبل كنا نقدم برامج واقعية يعني، فخلال الأزمة 2020 ونستمر حين 2021، التمسنا تقديم البرامج أو الخطط البديلة وتفعيلها من خلال البرامج الافتراضية. يعني نقدم عن طريق برنامج ويبكس إيفنت، عندنا عن طريق لايف إنستغرام، عندنا عن طريق أيضا الأفلام التوعوية التي تنشر. عندنا مثلا في 2020 كان عدد المشاهدات تقريبا ما يقارب 800,000 مشاهدة، وعدد المستفيدين في 2020 للحملة تقريبا ما يقارب 15,000، يعني يفوق 15,000 مستفيد. نسبة الرضا كانت أيضا عندنا 96% من هذه البرامج المقدمة، ومؤشر السعادة أيضا 96%. دوركم في تعزيز الجوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع بين قوسين، هذه للضرورة أن الكل يتابعها.
بالنسبة لتعزيز الجوانب الأسرية والنفسية، احنا نقدم ونحاول ننوع في تقديم البرامج. عندنا برامج يعني تخصصية يقدمها يعني متخصصين في الجانب الأسري والنفسي مثل ما ذكرت، وعندنا أيضا حلقات حوارية، مثلا كان عندنا حلقات حوارية شبابية، عندنا استضافات لمستشارين أسريين أو مستشارين قانونيين أو ماليين، ويكون كأنها حلقة حوارية. مثلا آخر برنامج كان عندنا محطة إرشادية، يعني استضفنا فيها عدد من المتقاعدين لعرض تجاربهم والتحديات اللي واجهتهم، سواء كانت تقاعد إجباري أو تقاعد اختياري، التحديات اللي واجهتهم مع محيط الأسرة، كيفية إعادة التوازن التوازن النفسي للعيش يعني في ما بعد التقاعد. وطبعا يعني كانت تجارب جدا يعني مثرية جدا إيجابية، يعني احنا حقيقة توقعنا ان التجارب تكون فيها جانب سلبي، وكيف نظرة المجتمع، وكيف ان يعني تعرف ان المتقاعدين ينطف الليت وما عنده شغلة وشي فاضي ويعمل قاضي يعمل قاضي بما هذا، لكن بالعكس يعني من التجارب اللي استضفناها صراحة تجارب جدا رائعة، حتى يعني يشجعون الناس ان يحط له خطة ما بعد التقاعد، ان التقاعد مش معناها نهاية الحياة، بالعكس صحيح. ان انت تقدر تكمل، يعني منهم من كمل في جانب الوظيفي، يعني كمل ماجستير ودكتوراه، ويعني قام يقدم دورات يعني دورات حتى يعني مجانية، ويقدم دورات برسوم، يعني فدخل لدخل مثل بزنس يعني. وفي منهم من يعني استثمر في أسرته، يعني مثلا عندنا سيدات استثمروا في أسرهم واهتموا في أبنائهم ووصلوا لمراتب عليا وحصلوا على جوائز، وهذا الأساس. نعم سبحان الله. وفي منهم اللي يعني استثمر في ذاته وعمل رحلات تغيير وشارك، يعني ما كان في منهم سلبي يعني. ممتاز. شو عن سعيكم في إطار سعي الإدارة إلى عمل على التطوير وتمكين الشخصية، أقول المجتمعية الإنسانية؟ سبحان الله، التطوير يبدأ من الذات، فإحنا نركز على التمكين الشخصي وبداية من التمكين النفسي. فالتمكين النفسي يمكن نطبقه ببرنامج 180 درجة من التغيير. عندنا أيضا محاور أخرى للتمكين الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، التمكين، وهذه عندنا من خلال إدارة الإرشاد. عندنا قائمة شركاء الرعاية اللاحقة، من عندنا حالات تينا مثلا عندهم مثلا مو بعارفين يعني كيف يدخلون يزيدون مصدر دخلهم أو شيء، فمن خلال الخطط العلاجية مع المستشارين الموجودين في الإدارة يرتبون لهم خطة، بحيث أنه يعني تشوفون أول شيء يطورون مهاراتهم، يعني تشوفون من قائمة الشركاء اللي عندنا اللي تطور المهارات بشكل مجاني، وبالتالي أيضا في أيضا مؤسسات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيعني يكمل حياته من ضمن في ظل هذا المجال. يعني كم مستشار تقريبا عندك؟ احنا عندنا حاليا يعني 4 مستشارين في الاداره، يعني عندنا مستشارين ثابتين وعندنا مستشار يعني بنظام العقود، المتعاونين هاي اللي يسمونهم، هؤلاء المستشارين اللي نتعامل وياهم، بالاضافه الى المتخصصين في الجانب الاسري والنفسي. عندنا اخصائيات نفسيات سواء من مستوى الاداره ايضا مستوى الافرع. يعني هل عندكم كذلك نشاط بحكم ممكن تبرزون بعض الشخصيات المجتمع، تبنيته كوتش مثلا وابرزته واعطيته مجال انه يبدا احنا مثلا نتكلم عن مبادره المدرب الداخلي، المدرب الداخلي المعتمد في مراكز التنميه الاسريه، نستثمر في مواهب وطاقات يعني الموظفين اللي عندنا. بدينا في يعني تقديم دورات تخصصيه، قدموا تجارب من خلال التعاقد مع شركة متخصصة وحصلوا على رخصة في المدرب الداخلي، وأنا منهم يعني من ضمن المدربين الداخليين. ننطلق إن شاء الله في هذه السنة في أن نقدم الدورات على مستوى الجماهير، يعني مو على مستوى فقط الموظفين. يعني كنا بدينا في الدورات التخصصية للموظفين، الحين إن شاء الله ننقل تجاربنا و يعني خبراتنا على مستوى جماهيري أو على مستوى موظفين الدوائر الأخرى. أنت ذكرتي نقطة يعني هي خارج نشاط الحملة، بس خلينا نتكلم بها ونستغل الفرصة، أن حاليا في حملة على الكوتشينج، أن يأخذون الرخصة وما يأخذون الرخصة مثل اللايسن، هل المراكز تعطيهم مثلا الرخصة؟ احنا حاليا الرخصة موجودة في دائرة الخدمات الاجتماعية، على حد علمي آخر مؤتمر طرحه في دائرة الخدمات الاجتماعية يمكنكم الحصول على الرخصة من خلال المهم أنه في جهة حكومية. نعم. أيوه. ممتاز ممتاز جدا. رخصة الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، أما المدرب أعتقد هيئة المعرفة في دبي هم عندهم هذه الرخصة. الله يعطيك الصحة والعافية الأستاذة خديجة عبيد النقبي، منسق عام حملة الوطن أسرة في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة ومدير مركز التنمية الأسرية في كلبة. شكرا لك يا سيدي. شاكرين لك ومزاكم الله. الله يحفظك يا مرحبا وسهلا. مشاهدينا وصلنا للختام، نلتقي بكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7 في الغد. بذلك الوقت أتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية والفرح. على السلامة.